الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الشورى ومع الآية بسم الله الرحمن الرحيم: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. أيها الإخوة، أنت في ملك الله عز وجل، أنت ملك الله. يقول الله عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. له، هذه اللام كما قال عنها علماء اللغة لام الملكية، أي أن هذا الكون كله بسماواته وأرضه له إيجادا وتصرفا ومصيرا. هو الذي أوجده، وهو الذي يتصرف به، وإليه مصيره. إذا قلنا له هكذا، ملكية الله عز وجل للسماوات والأرض ولمن في السماوات والأرض ملكية تامة كاملة. أوجده، يتصرف به، إليه مصيره. فأنت أين المفر؟ لو أنك عصيت الله عز وجل أين المفر؟ أنت في قبضته، ودائما في قبضته. والإنسان أحيانا خلل بسيط جدا 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 في جسمه يجعل حياته جحيما، والمال عندئذ لا يقدم ولا يؤخر، ولا ينفع ولا يغني. فأنت إذا عرفت أنك في ملكه، فهل يعقل أن تكون في ملكه وأن تعصيه؟ هل يعقل أن تزور شخصا في بيته وأنت يعني تحت إشرافه وسيطرته وأن تستفزه؟ معقول الكلام؟ ما دمت في ملكه لا بد من أن تطيعه، ما دمت في ملكه فهو رقيب عليك، ما دمت في ملكه فهو سيحاسبك، ما دمت في ملكه فهو يعلم سرك ونجواك، سرك وعلانيتك. كلمة له، له ما في السماوات وما في الأرض، هو الذي أوجدها، وهو الذي يتصرف بها، وإليه مصيرها جميعا، بدءا من الفيروسات وانتهاءا بالمجرات. المجرة التي تبعد عنا 25,000,000,000 سنة ضوئية له إيجادا وتصرفا ومصيرا، والفيروسات التي لا ترى إلا بالمجاهر الإلكترونية التي تكبر الشيء 300,000-400,000 مرة، هذه له أيضا، هذه له. وأدق من الفيروس الذرة، والتعبير الشائع من الذرة إلى المجرة له، وأنت من هذه المخلوقات. فالقصد أيها الأخ الكريم أن تشعر أنك في ملكه وأنك في قبضته. هو الذي خلقك، وهو قادر في كل لحظة على أن يتصرف بك إسعادا أو إشقاء، إعطاء أو حرمانا، إكراما أو إهانة. إما أن يرحمك وإما أن يعذبك، إما أن ييسر لك الأمور وإما أن يعسرها أمامك، إما أن يعطيك وإما أن يمنعك، إما أن يسعدك وإما أن يشقيك. أنت في قبضته وفي ملكه. فالشيء الطبيعي المنطقي المعقول أن تطيعه، يعني تعصيه وأنت في ملكه، تعصيه وأنت في قبضته، تعصيه وإليه مصيرك، تعصيه وقد خلقك، تعصيه ويعلم سرك وجهرك، تعصيه ولا يعزب عنه شيء من أمرك. كيف تعصيه؟ ورد في بعض الأقوال عن سيدنا بلال فيما أذكر: لا تنظر إلى صغر الذنب
ولكن انظر على من اجترأت، لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. الإنسان حينما يعصي الله عز وجل يجترئ على خالق السماوات والأرض، كأنه يستهين بمراقبة الله له، كأنه يستهين بوعيد الله له، كأنه يستهين بهذا الشرع العظيم الذي أنزل من أجله. فلذلك كلمة له ما في السماوات وما في الأرض يعني أنت في ملكه. طيب أنت في ملكه وكل أعضائك في ملكه، عينك في ملكه. رجل يعني نال شهادة عليا من بلد أجنبي وعين في منصب رفيع جدا، يعني لحكمة أرادها الله عز وجل فقد بصره، أجرى عملية أو عمليتين انتهت العمليتان بفقد بصره. البريد جاءه للبيت خلال شهر مع موظف يقول يا سيدي هذه المعاملة كذا وكذا، ما توجيهك؟ قال له موافق أو غير موافق، ثم سرح من منصبه. يقول لأحد أصدقائه، قال والله يا فلان أتمنى أن أجلس على الرصيف أتكفف الناس وليس على كتفي إلا هذا الرداء وأن يرد إلي بصر. عينك بملكه، والأذن بملكه، واللسان بملكه، والعقل. لماذا وزع الله هؤلاء المختلين في أكثر أماكن البلد؟ بكل منطقة في واحد مختل عقله، ما فائدة ذلك؟ من أجل أن تعرف نعمة العقل، كيف عقلك برأسك متوازن، تتكلم الكلمة المناسبة، تتحرك الحركة المناسبة، تقف الموقف المناسب. هذا دليل أنه في عقل برأس الإنسان، لو ما في عقل برأسه لأصبح أضحوكة بين الناس. إذا يا ربي عرفنا نعمك بكثرتها لا بزوالها. الإنسان كلما ارتقى يتعرف إلى نعم الله بوجودها لا بفقدها. فأنت أيها الأخ الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أفرغ مسانته يقول الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى لي ما ينفعني. يعني عمل الكليتين عمل عظيم، تعملان بصمت بهدوء من دون جلسات 8 ساعات، من دون اصطفاف بالدور بالمستشفيات، من دون دفع مبالغ طائلة، من دون آلام لا تحتمل. كليتان تعملان بصمت، صغيرتان هادئتان، كل كلية فيها طاقة تصفية 10 أضعاف حاجتك. كل كلية، الكلية نعمة كبيرة جدا. الكبد 500 وظيفة له يعمل بانتظام، المعدة، الأمعاء، القلب، الرئتين، البنكرياس. يعني إنه البنكرياس وزنه 95 غرام، يقوم بوظيفتين خطيرتين. الأولى إفراز مواد هاضمة مؤلفة من 3 أنزيمات معقدة جدا وخطيرة جدا، والوظيفة الثانية في جزر، في من 2 إلى 3 ملايين جزيرة، من 2 إلى 3 ملايين جزيرة. هذه الجزر مقياس كل جزيرة 200 ميكرون، كل الجزر وزنها 1% من وزن البنكرياس، يعني كل وزنها غرام. الجزر كلها 3 ملايين جزيرة وزنها غرام. 3 خلايا، خلايا ألفا وبيتا وخلايا نوع ثالث. أول خلية بتفرز مادة مضادة للأنسولين، إذا هبط مستوى السكر بالدم بتحس الكبد على طرح كميات من السكر زائدة. والبي والخلية الثانية تفرز أنسولين، هذا إذا كان نقص بالإنسان يصاب بمرض السكر. والثالثة لم تعرف وظيفتها بعد. الإنسان لو اختلت هالخلايا هي تصبح حياة الإنسان جحيما. يعني أنت في ملكه. البنكرياس، الكظر، الغدة النخامية وزنها 0.5 غرام، بتفرز 12 هرمون وكل هرمون تتوقف حياتك الفيزيولوجية عليه. لا أريد أن أفصل أكثر من ذلك، بس أريد أن يتحسس أحدكم ما معنى أنه في ملك الله. إذا كان عيناه سليمتان، أذناه سليمتان، لسانه يتحرك بانتظام، بلعومه يعمل بشكل طبيعي، مستقيمه يعمل بشكل طبيعي، أمعاؤه، معدته، البنكرياس، النخامية، الدرقية، هذه كلها تعمل بانتظام،
هذه نعمة كبيرة جدا، أنت في ملكه، فإذا شكرت الله على سلامتك ليزيدنك صحة إلى صحة، وقوة إلى قوة، وتوفيقا إلى توفيق. أما إذا كفرت هذه النعم وعصيت الله بها، عصيت الله بها، يعني أصعب شيء أن تعصي الله بنعم أنعم الله بها عليك، وأكمل شيء أن تستخدم النعم في طاعة الله. إن استخدمت هذه النعم في طاعة الله عندئذ رضي الله عنك. الآن الآية: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. التفطر التشقق، يعني هذه السماوات هي جوانب، لكن ربنا عز وجل قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. معنى هذه الجمادات، الأقمار، المجرات، الكواكب، السيارة، الكواكب والنجوم، الكازارات، المذنبات، هذه السماوات الجمادات، وهذه الأرض وما فيها من جبال ووديان وصحارى وأغوار وشواطئ وبحار وبحيرات وأسماك وأطيار وحيوانات، هذه السماوات والأرض تسبح الله سبحانه وتعالى. أولا بالدليل القطعي: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقد قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. معنى ذلك أن هذه السماوات والأرض عرضت عليها أن تحمل الأمانة فأبت وأشفقت من حملها. قال: هذه السماوات والأرض إن رأت غفلة الإنسان وانقطاع الإنسان عن ربه وشرود الإنسان عن شرعه وشقاء الإنسان في البعد عن الله، بل إن رأت معصية الإنسان وكفر الإنسان وجحود الإنسان وفجور الإنسان وجريمة الإنسان، قال: هذه السماوات والأرض تكاد تتفطر من هول جريمة الإنسان، من شذوذ الإنسان، من كفر الإنسان، من انحراف الإنسان. طبعا هذا المعنى مأخوذ من آية أخرى في سورة مريم: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. نعم، بآخر مريم تأتي آية تفسر معنى التفطر هنا، حينما الإنسان يدعو مع الله إلها آخر، أو حينما يقول إن لله ولدا، إذا قال هذا الكلام: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، للمؤمنين، هؤلاء الذين آمنوا بالله عز وجل وكانت لهم أعمال قبل إيمانهم، الملائكة يستغفرون للمؤمنين لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. الشيء الأساسي أن ربنا عز وجل من أسماء أنه غفور، فمهما كنت تحمل من خطايا التوبة مقبولة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لكن لما قال الله عز وجل: قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قد يأتي العذاب إن لم تتب إلى الله عز وجل. إذن ما دمنا أحياء أيها الإخوة، ما دام القلب ينبض، ما دام في الحياة فصحى، ما دام الإنسان يتنفس، باب التوبة مفتوح، وباب المغفرة مفتوح، وباب العطاء مفتوح. إذن: ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونهم أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. يعني حينما يتخذ الإنسان وليا من دون الله، يعني حينما يتحرك بتوجيه إنسان لا يعرف الله، حينما ينفذ نصيحة إنسان جاهل، حينما يرضي مخلوقا ويعصي خالقا، حينما يطيع ضعيفا ويعصي القوي،
حينما يطيع الفاني ويعصي الأبدي. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، يعني يحفظ لهم أعمالهم كلها، يسجل عليهم أعمالهم كلها، أعمالهم كلها تحت مراقبته وهي محفوظة عنده. وما أنت عليهم بوكيل يا محمد، أنت لست موكلا عنهم ولن تحاسب عنهم، لأن كل إنسان أعطي الاختيار، الإنسان مخير، فإذا فعل شيئا سيئا محاسب عليه، ما أنت عليهم بوكيل. هذا معنى قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذه الآيات إنه العالم مشهود وغيبي، عالم الشهود تتعرف إليه من خلال الحواس، فإذا غابت عين الشيء وبقيت آثاره من خلال العقل، أما عالم الغيب لا تعرفه إلا بالوحي، إلا بالخبر الصادق. والله سبحانه وتعالى لا بد من أن يوحي إلى أنبيائه ورسله ليرشدوا الخلق إلى الحق وإلى سر وجودهم وإلى طريق سعادتهم. إذن الوحي ظاهرة مستمرة، الوحي ليس جديدا ولا مستحدثا، إنه قديم، ما دام الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق ليهديهم إليه إذن لا بد من أن يوحي إلى أنبيائه. والنقطة الثانية موضوع الملكية، أنت في ملكه، وملكية الله سبحانه وتعالى ملكية تامة، يعني أنت ملكه خلقا وتصرفا ومصيرا. وحينما يغفل الإنسان عن ربه ويكفر به ويجحد نعمته وقد سخر له الكون كله من أجله، عندئذ السماوات والأرض يتفطرن من فوقهم. أما الذين أشركوا بالله عز وجل وتحركوا وفق مشيئة غير الله، عصوا ربهم وأطاعوا مخلوقا ضعيفا طارئا في حياتهم، قال هؤلاء الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، هم مخيرون، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، عليك أن تبلغهم فقط، عليك أن تنذرهم فقط، هم مخيرون، إن أحسنوا فلأنفسهم وإن أساءوا فعليها. أيها الإخوة، الآية التي وردت في سورة مريم عن تفطر السماوات والأرض، قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه الآية تفسر هذه الآية التي نحن بصددها، وهي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم. الإنسان إذا انحرف في عقيدته أو أشرك بالله أو كفر به أو انحرف في سلوكه والكون كله مسخر له، عندئذ الكون يكاد يتفطر عجبا ويعني إنكارا لهذا الإنسان الغافل الشارد عن ربه. ثم يقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. الوحي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء هذا الوحي بلسان عربي مبين لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى هي مكة المكرمة، ومن حولها هي بقية البلاد، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة للبشرية جمعاء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالمناسبة يعني أحد كبار الجغرافيين أثبت أن مكة المكرمة لو رسمنا القارات الخمس على مسطح وأخذنا أقطار هذه القارات، يعني الأطراف الأربعة، وصلنا أول قطر وثاني قطر، لتقاطعت أقطار القارات الخمس هندسيا بدقة بالغة في مكة المكرمة. فمكة المكرمة هي الوسط الهندسي للقارات الخمس. فقوله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني القرآن الكريم ك
كموضوعات كبرى. ما موضوعاته الكبرى؟ الإيمان بالله، الإيمان بالله خالقا ومربيا ومسيرا، الإيمان بالله واحدا، الإيمان بالله كاملا، الوجود والكمال والوحدانية، الإيمان بنبوة الأنبياء موضوع ثاني كبير، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالكتب المنزلة على رسله. الآن التكاليف، الأمر والنهي، والوعد والوعيد، ومشاهد الجنة ومشاهد النار، هذه موضوعات القرآن الكبرى. في آيات كونية، في آيات تكليفية، في آيات تكوينية، في إيمان بالله، في توحيد، في بيان لأسمائه الحسنى، في بيان لوحدانيته، في بيان لوجوده خالقا ومربيا ومسيرا، في بيان لأنبيائه ولكتبهم، في بيان لليوم الآخر، في تكاليف أمر ونهي، في وعد وعيد. هذه موضوعات القرآن الكبرى، والعلماء يرجحون أن هذه الموضوعات الكبرى لكل الكتب السماوية، استنباطا من كلمة كذلك يوحى، موضوعات واحدة تقريبا، أما الأساليب مختلفة واللغات مختلفة بحسب الشعوب التي أنزلت إليها هذه الكتب. إذن وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. الحقيقة الإنسان إذا آمن بالله وحده ولم يؤمن باليوم الآخر لا يستقيم على أمره، أما إذا آمن باليوم الآخر معنى ذلك أن كل حركة وسكنة سوف يسأل عنها يوم القيامة، إذن عليه أن يهيئ الجواب لله عز وجل. إذن لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، في هذا اليوم ليس هناك حل ثالث، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها، فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الحمد لله رب العالمين.